لا غدال اللعب ضجه ورجه وارتياب تقدم الشيخه على كل من قالت هنو تقدم ام محمود بحضورها راح انهباب عندل من هالغنادي جرن الحسون لا غدال اللعب رجاه ورجاه وارتياب تقدم الشيخة على كل من قالت هنوم تقدم ام محمود بحضورها راح الهباب عندل من هالغنادي جرن الحسوب تحتم الميداني واصبح على جوه ضباب والزمت مزنة لاعات بروق بالقلوب اشهد انه يحسب لها على الملعب حساب من فخامتها جميعا الحضور لها وقوف الجمال اليوسفي يضبح منها وذاب والقمر بحضورها يعتني نوره خسوب تنسف كبار المزايد مع نصف الحجاب طاري مع لفح القصيبة غزال والخشوب الصديق شوشي وخصامها جاه اكتئاب يهطعن الروسي لو كان يطقن الكهوب الاصيل معربه للفخر في هندسة من مناعر على الخير مروين السيوف كانها مرسومي سلماني لا صدر خطاب حاكم عز البلد ما حد الحده يطوب كانها مرسومي سلماني لا صدر خطاب حاكم عز البلد ما حد الحده يطوب مثل هبة دارنا بل أمم فوق السحاب زارعت للمجد بمجادها دايم تنو مثل هبة دارنا بل أمم فوق السحاب زارعت للمجد بمجادها دايم تنو لا غدال اللعب ضجاه ورجه وارتياب تقدم الشيخة على كل من قالت هنو تقدم الشيخة على كل من قالت هنو لا غدال اللعب ضجاه ورجاه وارتياب تقدم الشيخة على كل من قالت هنوف تقدم ام محمود بحضورها راح الهباب عندل من هالغنادير جرن الحسوب تحتم الميداني واصبح على جوه ضباب والزمت مزنة لاعات بروق بالقلوب اشهد انه يحسب لها على الملعب حساب من فخامتها جميعا الحضور لها بحل منها وذاب والقمر بحضورها يعتني نوره خسوب تنسف كبار المزايد مع نصف الحجاب طاري مع لفح القصيبة غزال والخشوب الصديق شوشي وخصامها جاه اكتئاب يهطعن الروسي لو كان يطقن الكهوب الاصيل معربه للفخر في هندسة من مناعر على الخير مروين السيوف كانها مرسومي سلماني لا صدر خطاب حاكم عز البلد ما حد الحده يطوب كانها مرسومي سلماني لا صدر خطاب حاكم عز البلد ما حد الحده يطوب مثل هبة دارنا بل أمم فوق السحاب زارعت للمجد بمجادها دايم تنوب مثل هبة دارنا بل أمم سارعت للمجد بمجادها دايم تنوب لا غدال اللعب ضجاه ورجه وارتياب تقدم الشيخة على كل